نقف مع الأستاذ موسى بن قسوح عامري وقفة وقفة يعني يعني فاصل أحسنت أيوه فاصل ونواصل ويعني مع شهيد العلم وقصيدة مؤثرة ونافعة وأنشودة أيضا هي في الوقت ذاته من تعريف الأستاذ موسى ومن إلقائه. لعلنا نسبح المكبر ولا يسمعوك. وطلب الخارج هي لكن عشان يمكن حد يتابع خارج. شكرنا ما تطلع الوائرات قدر المستطاع. السلام عليكم. السلام. كيف حالكم؟ بخير. بارك الله فيكم. طبعا نشكر دكتور خالد على ما قدم، وطبعا من ذكريات الدكتور الأستاذ عبد الله الشيخ عبد الله النبهاني رحمه الله ذكريات كثيرة، خاصة عندما كنا في تونس يعني. هذه أبيات يعني أبيات رثائية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. فقدوا الأحبتي يا رباه أضناني، أقض لي مضجعي لما تغشاني. يا رب لطفك فقد الصالحين غدا، حمل ثقيل بسهم الفقد أرداني. وفقدهم ثلمة في الدين موجعة، وقع أليم بأهل الفضل أبكاني. وزاد فتق الجوى واشتد بي كدري، فآدني راميا عيني بأحزاني. فقدت وجه التقى من بعد صحبته، فقدت ففقده هز لي قلبي ووجداني. وغاب نجم الهدى عن دارنا وغدا، في الرمس لم يختفي بل زاد أشجاني. تمر ذكراه في فكري مسلمة، فترتوي الروح من بشري وتحناني. فكم ستلقى لعبد الله من خلق، بين الأنام وعلم زاد إيماني. شهيد فيحائنا بالوصل يغمرنا، فكم لقيناه بالأنوار حياني. شبيه سالم وجه الخير قائدنا، نحو المعالي فكم بالفكر رباني. وأين نور علي عمنا؟ فبه رجل التواضع كم للوصل ناداني. ونذكر الحضرمي من صحبنا حمد، شهم كريم فريد بين أقراني. وكم توافد آباء لهم همم، توسدوا الترب قد فازوا بإحساني. ما أصعب الفقد يا رباه خذ بيدي، فغصة الحزن لا تنفك تغشاني. موت المشائخ نقص للنفوس، وكم نعي الفراق لأهل العلم أبكاني. رأيت من سيدي عبد الإله رضا، فعاش بالذكر في روح وريحاني. حملت راية عزم كي تنال بها مراتب العلم قد خطت بإتقاني. رأيت منك جناح الشوق منطلقا، لأرض تونس تتلو عشقها الثاني. فقد تغربت من أجل العلوم، وقد قضيت عمرا لتمشي بين أفناني. تعدو لجامعة زيتونة فبها شمس العلوم محبا بين أقراني. تبدي الدفاني لأجل العلم مصطبرا، مجاهدا تشتري الأخرى بقرآني. كأن تونس نالت منك بغيتها، فصرت تبني مقاما بين أكواني.
ذكرت يوما مشينا في مسارحها فكنت تعضدني بل كنت ترعاني. ذكرت خلا توارى خلف روضتي مسلما راية الدنيا لإخواني. له ابتسام كأن البدر مرتسم وقلبه مشرق كم جاء يلقاني. أزوره لحظة الإشراق يكرمني بقهوة الصبح فنجانا بفنجاني. وقال لي يومها إني لكم رحم فلا ترد إخائي ذاك سلواني. أحبه الكل في تلك الديار وكم أهدى لهم دررا من علمه الباني. له أثير بساحات الزعيم هدى عليه بردة إجلال من الحاني. لتونس الخير حنت منك جارحة فجئت توهبها روحا بعرفاني. رفعت بند عمان الخير عالية قسمت بالعدل بين القاصي والداني. رحلت في الجمعة الزهراء مغتبطا وعدت في الجمعة الزهراء بجثماني. نزلت للوطن المحزون في جسد تجاور الأهل مع صحب وإخواني. تقبل التربة الأولى وتكرمها وصلت للدن مرفوعا بتيجاني. فذا سلامي أيا خير الرفاق لكم طمخته بتحياتي وعرفاني. أدعو لك الله أن ينزلك منزلة فسر إلى الله في روض ورضواني. حسن العزاء لكل الأهل قاطبة ومن دعا لفتى يحظى بغفراني. فهذه الدار لا يبقى بها أحد وفسحة العيش لا يبقى لإنساني. وخير من يقتفى في الأرض مسلكه محمد المصطفى قولا بإيماني. فقد أجاب لداع الموت حين أدى وأسلم الروح باريها بعرفاني. فقد تزيت له الفردوس في ألق تلك الجنان جنان عند رحمن. صلى عليه إلهي دائما أبدا ما هب برج الصبا نفحا بأغصاني.